في مسند أحمد قال المصنف حدثنا حجاج أخبرنا، طب ذكرين بالفوائد بعد المسند، أخبرنا من الهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال فقال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم جاءوا ثقات جاء الشيخين غير أن أبا نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة من رجال مسلم، وبهز بن أسد العمي، وعفان هو ابن مسلم وهمام وابن يحيى العودي. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقي من طريق موسى بن إسماعيل المنقري عن همام به، وأخرج الطارسي ومسلم وابن حبان والبيهقي من طريق شعبة عن قتادة به. وانظر وقال البيهقي نحن لا نشك في كونها يعني متعة الحج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله، فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة. ووجدنا في قول عمر بن الخطاب ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه. رضاك يا مروة، أحسن الله لكم جميعا. أقول إخوتي الكرام هنا بيتكلم عن المتعة والمتعة متعتان، متعة الحج ومتعة النساء. متعة النساء حرمها النبي صلى الله عليه، كانت من النكاحة الجاهلية وجاء الشرع بإقرارها، ثم ذلك نسخها في خيبر غزوة خيبر، ثم بعد ذلك أباحها، ثم بعد ذلك في سبايا أو مع سبايا أو طاس النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، قال أبد الأبد أبد الأبد. أما متعة الحج وأن تمتم الحج عمر بن الخطاب نفسه قال هي سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأمرهم بالمتعة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. وأمر أبا موسى الأشعري أن يتحلل، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يتحلل يجعل عمرة. الله يشفي شيخ أحمد فريد، الله يشفي يا رب، الله يشفي. ولكن نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اجتهادا، قال خشيت يعني أن يأتي أحدهم وهو يقتر منيا يعني إلى منى يقتر منيا، قال خشيت أن يأتي أحدهم إلى منى وذكر يقتر منيا، لأنه لو تمتع سيأتي أهله فيعدي. أي نعم صاحب الكتاب بالبحر الرائق، فيأتي يقتر وذكر منيا، فنهى عن ذلك. ونهى أيضا خشية أن يكون البيت شاغرا يريد في كل وقت يأتي من يعتمر، ولكن هذا اجتهاد وافق خالف نصا، فالنص يقدم، والنص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب البيت أو صف المروة ثم تحلل، قال حل كله، قال الحل كله، الحل كله، قال الحل كله. لذلك ابن عباس عارض ذلك وقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر. وأيضا عارض علي بن أبي طالب عثمان بن عفان عندما أمر نهى عن المتعة فقال لو تنهى عن المتعة وتعلم أن النبي جاء بها وقال بها لبيك اللهم عمر متمتعا بها الحج. وقال المصنف حدثنا حجاج أخبرنا من الهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث فيه ابن لائحة، ولكن هو أتى من أكثر من طريق، قد روى هذا الحديث عن غير عند غير المصنف ابن وهب، وحديثه عن صالح عنه صالح، وباقي رجال الإسناد ثقات حجاج والمصيصي بن محمد المصيصي وابو تميم وعبد الملك عبد الله بن مالك بن الأسحم. والحديث أخرجه ابن ماجة والقضاعي في مسند الشهاب من طريق عبد الله بن وهب عن اللهيعة بهذا الإسناد. وقال المصنف حدثنا قال
والحديث قال فيه عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني حق التوكل. الكلام هنا التوكل على الله جل وعلا ده ركن من أركان الإيمان. يعني هذه من أعمال القلوب التي تفرغ القلب منها. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من توكل على غير الله فقد صرف عبادة. توكلتم حق التوكل. شوف السياق، قال: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير كيف تتوكل على الله حق التوكل؟ أخذت بالسبب، ما طرحت السبب. يبقى من أهم وسائل تحقيق التوكل الأخذ بالسبب. الطير أخذ بالسبب، تاخده تذهب إلى الأشجار، إلى الطرق. كان هنا مات النت، ميت، سمحونا. نعم، فهو الأخذ بالأسباب هذا من تمام التوكل. وميل القلب بجمعياته لله جل في علاه، هذا تمام التوكل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ يعني خريتا، رجلا عريفا خريتا، من أجل أن يدل على الأماكن، يضلل بأجل إلى المدينة. وكان يلبس الدرع وله عرش أو عريش، فكان يأخذ بالأسباب، والصحابة كانوا يأخذون بالأسباب. فحسن التوكل أن تأخذ بالسبب حسن على محاسنه. ويميل قلبك بجمعياته لله جل في علاه، هذا حق التوكل وهذا ما أخذ. إذن التوكل على الله، حق التوكل هو أن تأخذ بالسبب مع ميل القلب بجمعياته للرب جل في علاه. لا يميل القلب لغير الله جل في علاه. وحقيقة الأمر أكثرنا يميل القلب فيه للسبب. هذه المعضلة التي نقع فيها، أنه يميل للسبب، القلب ميل للسبب حقيقة. طيب الفوائد، إذا الرزق أيضا لا يخشى عليه المرء. ولذلك كثير من الذين جاهلوا هذه المسألة وشغلتهم الدنيا عن الدين يلتمسون الذكرى والمال والدرهم والدينار. الله جل في علاه شغلهم بأنفسهم وشغلهم بدنيا دنية لأنهم لم ينشغلوا به. هذه لا بد أن يقال فيها أنها جزاء وفاقا، جاءت جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لما انشغلوا عن الله شغلهم الله بالدنيا. ميل القلب بجمعياته لله جل وعلا هي القضية الكبرى العظمى، أنه لا يلتفت القلب لغير الله جل وعلا. التفات القلب لغير الله هذه هي المعضلة الكبرى على الإنسان، لا يكون توكلا. فحسن التوكل أن قلبك يميل بجمعياته بكلياته لربه، وهذا يكون أولا بحسن الظن بالله. معلومية أن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله كريم، وأن الله يعطي ولا يمنع، وأن الله جل وعلا يتلطف بعباده. كل هذا وسائل من أجل حسن الظن بالله جل وعلا. ثم القول بعد ذلك إلى، ثم يدرب القلب الثقة بالله جل وعلا، ويعلم يقينا أنه لا يضيع الخير، وأن الله جل وعلا لا يضيع عباده، وأن الرزق مكفول. هنا سيتوكى الله حق التوكل. هذا يجر قلبه أن يميل بجمعياته لربه جل في علاه مع الأخذ بالأسباب. وكلما أخذ بالسبب لم يلتفت له، فهو أصلا لم يلتفت للسبب، لا يلتفت للسبب. أنت لو انظر أنك لو كان في مدير وسيطة بينك وبين من يرقيك، كل همك في الكلام عليه، سيفعل، سيقول، لا ما يقول، رآني الآن، ابتسم، لا ما ابتسم، طب هو يريدني، ما يريدني. ترى القلب منشغل بالسبب. أنت أخذت بالسبب، خذ به على كل ألوانه، باللطف والرفق والإحسان والبر، وأيضا الأخذ بالسبب على كماليته. وبعد ذلك انسى السبب، انسى كل السبب، واجعل المسألة لمن يدبرها من فوق العرش، واجعل قلبك ما يميل بجمعياتي له. سترى دمعك ينزل وأنت تنظر للسماء، سترى يد ترفع وأنت تريد أن تدعو من في السماء، سترى الحاجة والإعواز فقط أن تشكو لرب السماء. بعد ذلك ستنفرج المسائل بأسرها، وتنفجر لك ينابيع الخير والبر والعطاء وسد الدين وتفريج الكرب وواسعة الرزق، كل ذلك سيأتيك. والنبي قد قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق من بخلق السماوات والأرض.
فاعلم أخي الكريم أن الله جل في علا يعطيك فوق ما يرضيك. يا بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. واعلم أخي الكريم بأن الله جل في علا لا يضيع أولياء. إن الله جعل الرزق للكفر الفجرة. أكفر أهل الأرض أمتع أهل الأرض أكلا طعاما وشرابا. أيترك أهل التوحيد؟ لا، لكنه يأبى عليهم الدنيا. لا يريد يمتعهم بالدنيا. الدنيا ليست لهم، ليست لحي وطنا. لذلك العقلاء اتخذوها سفنة، ذهبوا بها إلى ربهم، جعلوها مطية وركبوها من أجل أن يصلوا بها إلى الله جل في علاه. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. نعم، الفوائد المستنبطة: حسن التوكل بحسن الأخذ بالأسباب، لا نظر أمام الأثر، ما في، لا يؤخذ بقول أحد كائنا من كان أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن عمر ينهى عن المتعة، النبي أمر بالمتعة، إذا سمع وطاع للنبي، لا لعمر. واجتهاد عمر بفضل الله له أجر في ذلك، لكن نقول النص يقدم، السنة ألزم، السنة أتبع. شوف هو عمر وأبو بكر، يقول ابن عباس: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، قلت لكم قال رسول الله تقولون أبو بكر وعمر؟ الله قال: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يحاربوننا أننا نقول السنة تعلو على المذاهب، والله سيظهر الحق من الباطل، وإن الله سيظهر الصدق من البهرج، والعملة الزائفة لا ترجع على الله. الله يجعلنا يا رب، الله يجعلنا يا رب من الصادقين المصدقين يا رب. اللهم أمين. الفائدة الثالثة: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الدنيا خلقها الله لك بما فيها، لكنه خلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له، ولا تنشغل بما خلق لك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.